في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن الأطراف الليبية غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية السياسية بالرغم من استكمال الإطار الدستوري للقوانين الانتخابية. وأوضح أنه أكد خلال مناقشته الأخيرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة موحدة، إلا أن رئيس مجلس النواب أكد أنه لن يشارك في الاجتماع الخماسي إلا إذا شاركت الحكومة المكلفة من المجلس أو جرى استبعاد حكومة الوحدة الوطنية. أما رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة فما زال يرفض القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة يشدد على أنه لن يتخلى عن منصبه إلا بعد إجراء الانتخابات، ويريد أن تشرف حكومته على العملية الانتخابية المقبلة، فيما يتمسك خليفة حفتر بضرورة مشاركة الحكومتين في الحوار أو استبعادهما معا. وقال عبد الله باتيلي أن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تشمل جدولا زمنيا محددا لافتا إلى أنه لا يؤيد أي مبادرة تؤدي إلى تأجيج النزاع وتعرض أرواح الليبيين إلى الخطر، وأن الأمم المتحدة مستعدة للنظر في أي مقترحات أخرى تؤدي إلى تسوية الأزمة. للتعليق معنا من طرابلس أسعد زهيو المحلل السياسي، حاوره أيمن عزيماني. عمليا كل المبعوثين السابقين قدموا أشياء ملموسة أو قدموا برامج وأنجزوا عمليات سياسية، منها الجيد ومنها التي لدينا عليه ملاحظات، لكن في نهاية الأمر أغلب المبعوثين السابقين تبنوا عمليات وذهبوا في مضي في تنفيذها. السيد باتيلي تكلم في وقت سابق على لجنة رفيعة المستوى، عاد بعد ذلك وتحدث على الخماسية، عاد بعد ذلك وتحدث على صعوبات في تنفيذ الخماسية، مما يؤكد لنا كمتابعون ونخب سياسية مهتمين بالشأن العام بأن الخطة لم تكن مدروسة بما يكفي لضمان نجاحها. أعتقد أن اليوم السيد باتيلي سيتجه من نفس الممر وسيعبر، وهو أن يوسع دائرة الحوار بما يحقق الحد الأدنى على أقل تقدير من التوافق باتجاه الذهاب للانتخابات، وأيضا معالجة إشكالية السلطة اللي اليوم نعانيها وهي وجود سلطة وسلطة موازية، وبالتالي ما فيش إمكانية للذهاب إلى الانتخابات إلا ما نعالج هذه الإشكالية.